ازيكم يا اصحابي؟ مستعدين معانا النهارده ولا لا؟ اكيد يا الف، اصحابنا مستعدين علشان كمان نكمل باقي القصه بتاعتنا. باقي قصه ايه يا بيه؟ فهميني. اسكت، فضحتنا. بتقدم الحلقه ومش عارف اننا هنكمل قصه يوسف الصديق. صحيح، افتكرت. طيب يلا نقول لابونا يكمل لنا القصه. المره اللي فاتت يا الف احنا اتكلمنا عن يوسف، نشأته، أحلامه لوسط إخواته، راح يفتقد إخواته، زعلانين منه، حطوه في البير، طلعوه باعوه عبد، دخل السجن. آخر منظر كنا فيه يوسف في السجن وفرعون قاعد على الكرسي. في حاجة بين السجن والكرسي، كان الساقي موجود في السجن. فيوسف قال له لما تبقى قدام فرعون وديك راجع لعملك مرة تاني، من فضلك اذكرني أمام فرعون، يعني طلعني. وانت يا يوسف كان ربنا معاك، هتتكل على زراع بشر؟ اتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. بعد سنتين فرعون نفسه حلمين فظاح، سبع بقرات طالعة من النار هزيلة، وسبع بقرات سمينة. سبع بقرات الهزيلة كلت وبلعت سبع بقرات السمينة، وبعدها بشوية سبع سنابل هزيلة بلعت وضيعت السبع سنابل. ففرعون احتار وتعب. الرجل الساقي كان رجل طيب، وقف قدام فرعون قال له سيد الملك. نعم. قال له انا اتذكر اليوم خطاياي. ايه اللي عملته؟ انت عملت غلطت في ايه؟ قال له في واحد في السجن عبراني فسر لي الحلم بتاعي، وانا بناء على كلامه انا جيت خدمتك والخباز اتقطعت راسه. ممكن تجيبه؟ قال له طبعا هاته، احنا متضايقين. بيقول الكتاب يوسف في السجن طبعا يعني ما كانش حالق شعره وما كانش مستحمى ولا كان لابس سجين، فتوضب وجابوه قدام مين؟ قدام فرعون. خدوه من السجن طبعا سجين، يعني ظروفه شكله صعب، وضبوه كده عشان يقابل الملك. قبل ما اقول الحته دي انا عايز انبهكم لحاجه. احنا كاولاد الله ما يهمناش نقابل الملك ولا غيره. ايه يعني يحصل ايه يعني؟ يوسف قلبه جامد قوي. تعرفوا ليه ما يهموش ولا يخاف من الملك ولا اي حاجه؟ لانه اصلا كل يوم بيقابل مين؟ ملك الملوك ورب الارباب. فوقف قدامه فرعون قال له انا حلمت كذا وكذا. قال له بص يا جلاله الملك، الحلمين واحد، ربنا كررهم، اصله ربنا مسرع في الامر. قال له طيب قل لي التفسير. قال له لله التفسير مش ليا. ده من مين؟ من الله. ربنا هو اللي بيفسر، انا ما اعرفش حاجه. طبعا الخير بتاع ربنا لا انسبه الى ايه؟ الى نفسي. انا مخلوق من الله، ربنا حط فيه روح حط فيه عقل، انا تراب وتراب، تراب الى تراب. فيوسف قال له لله التعبير، الله يجيب فرعون وخلي بالك انا ما اعرفش حاجه. المهم بدأ يشرح له الحلم. قال له الحلمين بتوعك ليهم معنى واحد. قال له في سبع سنين الخير مثمر والأرض والزرع، وبعدين هيجوا سبع سنين عجاف. وعلى فكرة الحتة دي علمية، النيل كل فترة بيجي الفيضان قليل، يقعد سنة ولا اتنين وتلاتة. واحنا السد العالي تاريخيا انقذنا من فترة منين؟ من المطر اللي جه قليل. وبعدين يوسف بما انه بتاع ربنا وقوي قال للملك ايه؟ قال له اشير عليك. يوسف بقى اصل هو دلوقتي بينوب عن مين؟ ينوب عن ربنا. قال له اشير عليك. قال له بايه؟ قال له هات راجل، اختار راجل حكيم بصير يدبر الموقف ده. فرعون قال له منلاقي مين يا يوسف غيرك للمهمة دي؟ على فكرة سيدنا أنبا بخوميس يقول
ان يوسف احسن وزير تموين على مستوى التاريخ كله. رتب كل حاجه، ازاي يلم يجمع الغلال وخزنها وخزنها جيدا. بس في معجزه، فيش امحية واحده بعد سنه تفضل سليمه بيساوي صبوص، لكن التخزين قعد كام سنه؟ من سنه اللي في السنه الاولانيه شاله قعد 6 سنين أو 7 سنين، والسنه الثانيه 5 سنين. الثمار الغله اتخزنت مدد اكتر من ايه؟ من السنه. ودي امر الهي، لان ربنا في سفر التثنيه يقول انا امر الاكل الا ياكل، والحقل لا يعقر. فربنا الحاجه اللي يؤمر بيها فيش حاجه تبوظ ولا تسوس، ده امر الهي. الاول في نقطه مهمه، فرعون قال ليوسف 3 حاجات حلوين. قال له مين زيك في روح الله؟ ألف فيك روح الله؟ طبعا. خدته امتى ألف؟ في المعمودية، اتغيرت الطبيعة، الروح القدس حل فيك هيكل لروح الله. فين؟ في الميرون. ثبت فينا الروح القدس امتى؟ في الميرون والتناول. يوم المعمودية بناخد 3 أسرار. طيب الروح القدس النار الإلهية اللي قام بنضنيوس قال لأولاده يا أولادي أنا خدت الروح القدس زي النار جواي، النار اللي أخدته أنا بديه لكم، عايزكم تاخدوه تتمتعوا بيه لأن ده الروح القدس. فرعون قال ليوسف، قال له النار، قال له روح الله فيك، 2، قال له ملاك من كل حكمة، 3، مين زيك مليان حكمة وفرحان بربنا؟ عشان كده قال له تعالى. أنا قلت لكم في آخر الحلقة اللي فاتت وأول الحلقة المرة دي، يوسف في السجن، فرعون في الملك، قال له تعالى. يوسف نعم، قال له هات أصبعك، اداله خاتم الملك. الله. 2، يوسف خد الحلة دي، يوسف اركب المركبة دي، مركبة ملوكية، ينادى أمامك لكل الشعب اركعوا أمامه. أنا فرحان قوي من النص بتاع الكتاب المقدس، ما قالش اسجدوا، قال إيه؟ اركعوا. ده يركع للملوك احترام وتقدير. وانتقل يوسف من الهوة من الحضيض إلى إيه؟ اوعى نخاف من ظلم حد. أنا ما يهمنيش حد ظلمني في الدرجات ولا في الشهادة، ربنا معاي ويفرحني ومش هيسيبني. ننتقل في اللحظة دي إلى موقعة أخرى في حياة إيه؟ حياة يوسف. الجوع ملى العالم كله، بس في عبارة مش قادر أعديها بصراحة. يا ألف يا بيه اسمعيني، أنا سامعاك يا بونا ومعاك كمان. الكتاب المقدس يقول يوسف خزن قمح كرمل البحر حتى لم يستطع أحد أن يعد من الكسر، تركوا العدد. والجوع ملى كل العالم. وهنا في سؤال بردي، انا قلت لكم يوسف رمز المسيح، مين اللي عنده الشبع الوفير ومين عنده الموت الوفير؟ الشيطان عنده الموت الوفير، يوسف رمز المسيح عنده الايه؟ الخير الوفير. وصل الجوع الى ابينا يعقوب، جاب ولاده، يا ولاد هنموت، انا سمعت ان في قمح في مصر، خدوا الفلوس خدوا الفضة روح هاتوا لنا أكل. 10 رجالة قالوا حاضر يا بابا، طلعوا على فين؟ على مصر. تبتدي أحلى وقائع في موضوع يوسف. وصلوا مصر، دخل وسط الناس اللي بتشتري قمح، يوسف شافهم عرفهم، وبعدين قال لهم انتوا جواسيس جايين تشوفوا عورة الأرض؟ قالوا له لا، احنا اولاد رجل واحد 12 اخ، في واحد مفقود وفي واحد صغير عند ابوه، هو مشغول على ابوه. قال لهم ابوك حي؟ قالوا له اه. الصغير موجود؟ قالوا له ايوه. اكلهم وبسطهم، امر الخدم بتوعه ادوهم حاجتهم
وقمحوهم حطوا الفضة في عدالهم، وبعدين حط الكاس في الصغير في عدل الصغير مشوا، وبعدين الكاس خلى العبيد يجري وراهم جابوهم، قال لهم سيدي بيتفائل بالكاس وبيشرب فيها، ازاي تاخدوه منه؟ انتوا حراميه، انتوا. قالوا له لا احنا مش حراميه، واحنا صفتنا ونعتنا احنا ناس كويسين قوي. ففتشوا لقوا الكاس في عدل الصغير. يهوذا قال له بص، ده ما يتحطش في السجن وما نقدرش نسيبه، ابوه هيموت انا مكانه. ارجع مره تاني ليهوذا، يهوذا المضحي الكبير العائل. وبعدين يوسف قال لهم انا اخوكم، وبدت قصه الافراح. عشان انهي الموقف، المركبات راحت تجيب يعقوب. يعقوب قبل ما يجي لمصر حود على حتة اسمها بئر سبع. بئر سبع، عند بئر سبع أقام المذبح والصلاة. يا رب أروح ولا ما روحش؟ ربنا قال له روح، هتشوف ابنك. ابنك يضع يده عليك، والنتيجة إنك تبصر. ودي رمز لمين؟ المسيح. مين اللي حط ايده عليا افتح؟ مين اللي كان يعقوب ده هيموت؟ مين اللي يشوفه اللي يحييه؟ ابنه، الابن الوحيد الذي هو في حضن ابيه خبر. الابن ده الغالي، يسوع المسيح ربنا. وفعلا يوسف طلع يستقبل ابوه، وابوه فرح. ولما شاف يوسف قال له ابني حي كفى، يعني مش عايز حاجة تاني، أنا إن شاء الله موت، أنا مش عايز حاجة تاني خلاص. لكن بدت الأفراح، وأهم حاجة في الأفراح، دخل يعقوب إلى فرعون باركه، كان سنه 130. وجت القصة المشهورة، قال له كم سنة حياتك؟ قال له سنة غربتي 130، أفخرها تعب وبلية قليلة وردية وأفخرها تعب وبلية. وبعدين أبينا يعقوب بعد دخلوا خمس إخوات ليوسف، قالوا له احنا أصحاب مواشي ورعاة، فقال لهم خدوا أرض جسان. والملك فرعون طبعا بيحب يوسف جدا وأكرمه جدا. يعقوب قال لهم لما موت رجعوني أرض كنعان تاني، أرض الموعد، ادفنوني جنب أبوي وأمي إسحاق وسارة في المكفيلة. قالوا له حاضر، احلف يا يوسف حلف. وبعدين لما تعب خالص تشدد يوسف، تشدد يعقوب على السرير، دي الصحوة الأخيرة. وبعدين يوسف قدم ولاده منسة وفرايم قدامه، منسة قدام إيده اليمين، فرايم قدام إيده الشمال. فيعقوب لما جه يبارك منسة وفرايم حط دي كده. فيوسف بيقول له بابا ليس هكذا، مش كده يا بابا، ده الكبير باركه باليمين. قال له قد علمت يا ابني، قد علمت، انت مالكش دعوة، انا عارف. واحنا في الكنيسة عندنا الحمل يبارك هكذا، الصغير يبارك قبل الكبير، زي ما قال الكتاب المقدس عن الأصغر في ملكوت السماوات أفضل من يوحنا المعمدان. الأصغر ماشيين بالصليب. آخر حاجة أقولها لكم بقى، إن بعد البركة يعقوب قال له منسة وفرايم، الله أنساك غربتك، وفرايم مثمر، دول زي أولادي يهوذا ورأوبين، دول ياخدوا النصيب، ياخدوا نصيب اتنين، يوسف ولادك ياخدوا نصيب اتنين. ألف ب، احنا واحنا علاقتنا بربنا، كان الرب مع يوسف، كل واحد فيكم مع ربنا ياخد نصيب ايه؟ نصيب اتنين. شكرا يا بونا على القصة الجميلة دي. يا ترى استفدت حاجة ولا لا؟ اكيد انا استفدت حاجة، ده انا مركز قوي في القصة. ربنا يبارككم ويحفظكم، ويدينا بركة ابينا يوسف وبركة ابينا يعقوب، لله المجد دائم ابديا، امين.